حياكم الله مرة أخرى في برنامج كالوس، الدولة العقيمة باعتبار أن الفكرة جديدة وربما صادمة تعيد صياغة فهم القراء لإشكالية الدولة القائمة بعد العام 2003، وبين معترض على هذا العنوان على أساس أنه إشكالي إلا أنه توصيف واقعي للدولة العراقية الحديثة من وجهة نظر كاتبه، على اعتبار أن العراق بتاريخه وثرواته وموارده البشرية لا يجب أن يكون دولة عقيمة. نحاور في هذه الحلقة الدكتور حسن الجنابي وزير الموارد المائية الأسبق حول كتابه الدولة العقيمة تجربتي في حكومة الدكتور حيدر العبادي. أهلا بك دكتور. أهلا ومرحبا أستاذ يوسف. هذا التوصيف اللي قدمته له إشكالية؟ أنا أعتقد نبدأ من العنوان. نعم فكرت كثيرا بالعنوان وحقيقة أيضا استشرت. هذا اقتباس اللي قدمته أنا من كتابك. نعم فمن الواضح أنه أنا لا أؤمن بالدولة العقيمة، ومن الواضح أنه حبيت أن أوصل يعني هذه الاحتجاج على ما يحصل لبلدنا ما بعد 2003، لأنه لو استمر الوضع بنفس الطريقة منذ عام 2003 لحد الآن، إذا استمرينا سنين أخرى فدولتنا ستصبح عقيمة. قبل هذا الكتاب ما كنا نعرف، كنا نعرف دولة عميقة، اتجهتنا بعنوان جديد. يعني هو ليس تلاعب حقيقة بالمصطلحات، بس هو مثل ما قلت يعني احتجاج وتنبيه نابع من حرص يعني على بقاء هذه الدولة على أن لا تكون عميقة. بالمناسبة مفهوم الدولة العميقة في الديمقراطيات الراسخة يعني مفهوم مقبول، يعني أو تسمى باللغة الإنجليزية الاستابليشمنت، يعني المؤسسة، مؤسسة الدولة العاملة بغض النظر عن من يحكم. اللي أنت تشير في الكتاب إلى تركيا وإلى بعض الدول، الولايات المتحدة على سبيل المثال، حتى دونالد ترامب كان يحتج على الدولة العميقة في هذا. ولكن الديمقراطية التي ترسخ الدولة، الدولة التي تستطيع تقديم خدمات للمجتمع، الدولة العقيمة هي الدولة التي تتخلى عن وظيفتها لصالح، وبالتالي غير قادرة على تقديم الخدمات للمجتمع. تتخلى لصالح، لصالح متنفذين، لصالح متقاسمين، لصالح متحاصصين، لصالح يعني مصالح كيانات خارج الدولة، كيانات خارج الدولة تستفيد من الدولة وثروات الدولة، ولا تريد للدولة أن تنشأ، لأن الدولة هي يعني درعنا الأخير وهو خندقنا الأخير كمجتمع لكي نبقى يعني. فعنوان الكتاب هو عنوان احتجاجي لتوصيف ممارسات خاطئة بعد 2003 خرجت عن ممارسات سلوك رجل الدولة. أنا أعتقد هكذا. هكذا. أنا أعتقد هكذا. فاجأت وأنا أقرأ الكتاب من هدوء طوكيو إلى صخب بغداد، جابك. نعم يعني هذه الاحتجاجات، شوف مجتمعنا مجتمع حيوي، والاحتجاجات ما عدا الفترة الدكتاتورية. قبل ما ندخل بالاحتجاجات، فالح عبد الجبار رحمه الله وسيطا، تفاجأت. نعم فالح كان صديق لتصبح وزير الموارد المائية. نعم صديق، وهو الذي اتصل، وللأمانة أيضا الأستاذ مهدي العلاق ما بعد اتصال دكتور فالح، وقبل يوم من تقديم ما يسمى بالقائمة الظرف المغلق إلى البرلمان، اتصل الدكتور مهدي العلاق ليتأكد من رغبتي في البقاء على القائمة، وأنا فوجئت بوقتها. وبعد الاستشارة يعني زوجتي وافقت يعني، بس أنا لم أكن جزءا أو طرفا من أي ترتيبات تسبق تلك اللحظة. بعد اتصال وزير النفط الأسبق جبار العيبي، وبعد اتصال السيد مهدي العلاق، شعرت أن الجدية مع اتصال دكتور فالح عبد الجبار. ضبط. وحينها قررت أن تتصدى. وحينها قررت. أنا أثق ثقة كبيرة جدا بالدكتور فالح الله يرحمه، وفالح يعني لا يجامل ولا أيضا يذهب مع موجة ولا يذهب مع كذا، فعندما اتصل أنا كنت أمزح، فسألت إن كان يمزح، قال لا لا أنا لا أنا لا أمزح، فقط بعث لي. طلب منه أن يتصل بك؟ يبدو لي هم كانت هناك آنذاك مجموعة من المستقلين والمثقفين وكذا كانوا يجتمعون
من أجل يعني جرد قائمة من الأسماء المستقلة تكنوقراط وأرسالها إلى الحكومة، ويبدو اقتراحها أو فتشي من هالقبيل. يعني حقيقة لا أعرف تفاصيل. ليش قبلت أنت ب 2016 تصير وزير؟ ما أنت السيد الصميدعي وأنت تشكره في هذا الكتاب رشحك وكيل وزير من أيام مجلس الحكومة. بالضبط بالضبط. طبعا سمير الصميدعي عضو مجلس الحكومة وسفيرنا الأسبق في واشنطن. نعم، وهذه تحسب للرجل وأنا ذكرتها. بس ما شاير ليش ما صديت؟ لأنه لم أكن مستعدا ولم أكن أقبل بهذا التوصيف. أنه عندك 25 شخص بمجلس الحكم اختيروا بطريقة معينة ثم صنفوا طائفيا ثم هؤلاء شكلوا حكومة على طريقة كل عضو مجلس حكم يرشح. يأتي بوزير ثم نزلت هذه إلى وكلاء الوزارة ثم تعرف يعني استمرت إلى ما أدنى من ذلك، وصلنا إلى الدولة. ولكن العقيمة. ما أشيد فيه في محاولة الأستاذ سمير أنه لم يكن يأخذ بنظر الاعتبار لا صلة قرابة ولا صلة طائفة ولا صلة كذا، فهذا طيب. هذه الأخلاقية يبدو أيضا انتهت حاليا. في الفصل الأول صفحة 42 و43 تقول انتهى الأمر بشغل المناصب العليا في الدولة بأشخاص قد يحترم المرء تضحياتهم بصفتهم عارض النظام السياسي السابق، لكن مؤهلات قيادة الدولة ومتطلباتها وبناء الديمقراطية كانت مختلفة، فلم تعد هنالك أي معايير معقولة لتبوؤ المناصب بما فيها المناصب الحساسة. وتستشهد بقول جورج أوريول كانوا أكثر مساواة من الآخرين. يعني بعض الناس يعني يؤمنون بالمساواة، ولكن بعض الناس أكثر مساواة من الآخرين، هذا في رواية مشهورة لجورج أرويل. يعني هذا بمعنى أنه المحاسبين والأتباع والأقارب أفضل. فتريد تقول أن الولاء مقدم على الكفاءة. نعم، الولاء مقدم على الكفاءة. بالضبط، وهذه تقال، هذه تقال وقيلت بالعلن كثير من الشخصيات السياسية. بالمناسبة هذه أيضا كانت في زمن النظام البعثي السابق. يعني البعثي كان مميز، وضمن البعثيين نفسهم هناك من هم أكثر بعثية أو أكثر مساواة أو أكثر حظوة. اي، فاحنا يعني كان هذاك نظام دكتاتوري. لمن تشير لأصحاب التضحيات الذين قبل 2003 كانت لديهم تضحيات؟ نعم، المعارضين العراقيين. فهؤلاء يصلحون للمعارضة ويصلحون للحكم، هكذا تقول؟ انا لا اقول هكذا، ولكن انعدمت معايير تسلم المناصب العليا في الدولة. ما عدا معيار يعني الولاء او الانتماء الى حزب او الى طائفة او الى كذا. وهذه مستمرة باعتقادي لحد هذه اللحظة. يعني أنت الوزير في حكومة الظرف المغلق، أنت تم التصويت عليك مرتين، مرة مع الخمسة الأوائل في نيسان، وثم المحكمة الاتحادية ألغت هذا التصويت، وبعدها رحنا إلى آب، وبين نيسان وآب هل سيد حسن الجنابي في شو اسمه في دار الضيافة في مجلس الوزراء لا يعرف هل يعود إلى اليابان أم يبقى في بغداد. بالضبط. تقول هنا أنا عندك نوع من الألم، كأنما أنك ما التقيت رئيس الوزراء أو ما كان مكترث بالدفاع عن الخمسة الآخرين الذي سقطوا بالتصويت. ليش أنت الوحيد اللي تم تمريرك في القائمتين؟ أي لم تكن بإرادة رئيس الوزراء، أنا لا أعرف. يعني أنا أعتقد أن السيد العبادي لم يكن مهتما بمن يكون وزيرا لهذه الحقيبة أو تلك، وبالتالي هو لم يعلن حتى أسماء مرشحيه، وهو استلم أسماء يبدو من هذا اللجان اللي كانت تعمل وضعها بظرف مغلق ونطاها إلى رئيس البرلمان وقال ما معناه أعمل ما تشاء، بإمكانك أن تبدل من تشاء وكذا. هذا ليس التزام حكومي. يعني أنت لا يمكن أن تقود فريق أنت ما تعرف أعضاء الفريق ولا اتجاهاتهم ولا تتفق معهم على البرنامج. وأنا إلى أن صرت أيضا وزير هو لم يلتقي بالسيد العبادي. يعني أنا لا أعرف ما هي توجهات السيد العبادي في المجال المائي الذي اختارني. من اختارك؟ أنا لا أدري. من صدق والله من اختارك؟ أنا ما واضح عندي بالكتاب، من قريته من الغلاف إلى الغلاف ما واضح عندي. أنا شرحتها بالضبط، يعني أنه أنا كنت قاعد وجاني تليفونات وإيميلات للترشيح، وشعرت في لحظة الجدية في اتصال المرحوم فايز الجبار. وثم اتصل الدكتور مهدي العلاق وطلب الحضور إلى بغداد، فحجزت تذكرة واجيت. عندما وصلت بعدين ارسلوا ايميل. عندما وصلت الى دبي اتصلت السفارة هناك قال يابا لازم تأجل السفر. قلت يعني وصلت لدبي يعني لازم خل اروح. فمن وصلت اتصلت بهم
بالدكتور مهدي الوحيد اللي كنت أحكي معه، تروي قال أبقى يعني أن أول 6 أشهر كان العبادي متجاوب مع الوزراء المستقلين، لكن بعدها بدأت انعطافة جديدة في التعامل معهم، وتضرب أمثلة ماردة، يعني استغرق بالآخرين، يهمني موقفك، ليش قبلت تستمر إذا ما كنت مقتنع بأداء رئيس السلطة؟ لا لا، في البداية أنا كانت أيضا مثل أي مواطن آخر، نحن حصلت انعطافة باتجاه تغيير حكومي واضح، وباتجاه استجابة الحكومة لمطالب الناس احتجاجية للاحتجاجات. فأنا كنت جزء متطلع أيضا لهذا، يعني لم أعمل من أجلها، ولكن عندما كنت في وسطها طبعا حملت المسؤولية ولم تطلبها. نعم، ثم أنا أيضا كنت ألاحظ بأن السيد العبادي في البداية، يعني كفاءة السيد العبادي لم تظهر في الشهور الأولى. العبادي بعد ذلك، بعد فترة قصيرة، ربما 6 شهور أو ربما أقل، أظهر كفاءة نادرة في قيادة البلد، ويعني الموقع أظهر يعني مهارات القيادية الكامنة، وبالتالي قاد البلد في مرحلة صعبة جدا، وأعتقد بأنه نجح في قيادة البلد للسنوات، يعني السنتين، خلينا نقول السنوات 14-17. نعم، نجح وحقق منجزات كان يعني يحس بها. دائما تشير إلى المنجز الأمني والسياسة الخارجية وإلى حد ما الأزمة الاقتصادية. بالضبط. ثم العبادي كان أيضا متجاوب، يعني كان يحكي مع الآخرين، كان التوتر القائم بين السلطات الثلاثة أو ربما أكثر من 3 أيضا، هذا التوتر انخفض إلى أدنى درجة، ثم أيضا التوتر الطائفي بالمجتمع العراقي انخفض إلى مستويات دنيا جدا، يعني في عهد السيد، ثم إنقاذ البلد من الإفلاس، هذه مسألة مهمة. قلت لك يعني قدرات المالية كانت ممتازة بصفتي رئيسا للجنة الاقتصادية ل8 سنوات. نعم. أو المالية في مجلس النواب. جيد. في الصفحة الأخيرة من الفصل الثاني، صفحة 68 و69، تتحدث تقول العبادي حصل على دعم غير مسبوق، الدعم المرجعي والدعم الشعبي والدعم السياسي، وهذه فرصة أضاعها من يده، كان بإمكانه، تتقول لم يكن التأييد مطلق فهو شبه مطلق، ولا أعتقد أن الفرصة ستتكرر في المشهد السياسي العراقي المعقد. وفي الهامش، أن هذا السؤال ماتي مو في المتن، في الهامش تقول كان عليه مغادرة التزامه الحزبي والتزامه الأيديولوجي بالتخلي عن صيغته الحزبية الضيقة والولوج إلى الفضاء الوطني باعتباره قائدا لجميع العراقيين. أنا أعتقد الفقرة واضحة جدا، يعني السيد العبادي، وليس فقط السيد العبادي، لماذا تطالب أن يكون وطنيا بالتخلي عن حزب الدعوة؟ لا، الحزب هو حزب له توجهات معينة، له تنظيم معين، له مالية معينة، هذه يجب الولاء للحزب لا يجب أن يخلط بقضايا الوطن. الآن طريقتك أنت بالولاء الوطني ممكن تكون حزبي، عندما تكون رئيس وزراء يجب أن تتخلى عن حزبيتك، ويجب أن تتعامل مع كل المواطنين المنتمين للحزب اللي كنت تنتمي له أو لا. فهو الرجل ما تخلى عن حزبيته في مجلس الوزراء وقيادة الدولة؟ ما هو خرق الحزب وجد رئيس وزراء صار؟ لا، هذه في آخر لحظة، هذه في آخر لحظة، في اليوم الذي سبق الانتخابات وشكل قائمة مختلفة، في اليوم اللي كله اختلف عليه الحزب. أي بس بقى، والرجل شوف لقاءاته لحد الآن يقول كذا. شوف عزيزي، بالدول ودول على سبيل المثال بولندا، أنا كنت عايش في بولندا عندما انهار النظام الاشتراكي، وألكسندر كفاشنفسكي صار رئيس دولة، وهو كان ينتمي إلى يعني حزب سابق، في أول يوم أعلن تخليه عن حزبيته، وأن المواطنين جميعا متساوين، وهو مسؤول أمام المواطنين جميعا بهذه القضية، ولم يعد عضوا في هذا الحزب. وحتى الدكتاتور ياروزيلسكي اللي كان قبله أيضا عمل نفس الشيء. فأنت ما تريد من عند الارتباط العضوي يتحلل أو الوظيفي بالحزب، أنت تريد سلوك اتجاه ال... لا، علاقة الحزبية يجب أن تنقطع. ومن يعيد رئيس الوزراء يجب أن تقطع علاقات الحزبية مع أي حزب مهما كان، يعني عندما يكون رئيس وزراء. الآن من يطلع من رئيس الوزراء، هو كان مرشح الحزب، كيف مثلا يخذل الحزب؟ عندما يستلم المسؤولية يتخلى عن كل مسؤوليات الحزبية والتنظيمية. في الديمقراطية العريقة لا يمكن أن يكون حزبيا بهذه الطريقة، من الممكن أن تكون هناك كتلة. جيد. والآن رئيس وزراء عندنا مستقل مثل تجربتك، إذا ما عندك أنت حزب وراك وكتلة شو يصير؟ هذه واحدة من الأشياء التي تعيد يعني تقودنا إلى العقم السياسي، ولكن هناك يجب أن تكون كتلة أكثرية هي التي
تدعم توجهاته ولا يجب أن لا يرتبط حزبيا مع مجموعة. لكن هذا دكتور حسن أيضا ما يجادلك به، بس هذا سياسيا يخالف فلسفة النظام البرلماني القائم على التعددية الحزبية التي تأتي برئيس الوزراء من الحزب أو الحزب اللي يكون جزء من الكتلة الأكبر. لا يمكن هذا أن يحصل، وحصل هذا مع تجربة السيد الكاظمي، ولك أن تقيس مع السيد الكاظمي كيف كانت قلقة حكومته ومع السيد عبد المهدي. أيوة في الفصل إذا تسمح لي بهذه النقطة، ولهذا أنا أعتقد بأننا التجأنا إلى النظام البرلماني بقفزة في الهواء، لم تكن هناك أي مقدمة حقيقية وأي معطى يشير إلى نجاح تجربة الحكم البرلماني في العراق، ولكن كان هناك خوف ورعب من تكرار تجربة دكتاتورية. نانا جدل، هو هل المشكلة في الحكام أم في النظام؟ هذا جدل ما خلصاني من عنده. لا لا، هذا واضح، يعني طبعا هناك من يعتبره جدل، هذا واضح. بالنسبة إلي لا يمكن تخيل أو تصور مشكلة العراق بالنظام السياسي، وبالتالي لا يمكن أيضا القفز فوق الواقع وتقول احنا لان عندنا كان دكتاتور لازم نروح رب النظام البرلماني، بس احنا سلطات الدكتاتور حولناها الى رئيس الوزراء. شنو كان الخيار الوسط ان بالانتقاله في العداله الانتقاليه ماذا نسلك غير النظام البرلماني من اقصى اليمين لاقصى الشمال؟ انا لا اقترح حلول جاهزه ولا ادعي معرفه، لكن تشكل على الانتقاله بهذه الطريقه. نعم، لانها بدون مقدمات ولانها مفتعله، يعني هذه القفزة يسمى النظام البرلماني. البرلماني الحالي يسمى النظام السياسي الحالي يسمى نظام برلماني منحرف. منحرف؟ منحرف أكاديميا، لأن هنالك تنازع في الصلاحيات وعدم توازن تشيك بالانس ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. واضح جدا، أنا أشارت إلى هذه، هذه المساحة الرمادية بين السلطات هائلة جدا. خليني أنا أستأذنك في فاصل أول ونكمله بعد حول إدراج العراق في لائحة، إدراج الأهوار في لائحة التراث العالمي بعد الفاصل. أول أعزائي المشاهدين لا تذهبوا بعيدا، فاصل ونعود. حياكم الله مرة أخرى في الجزء الثاني من حوار خاص نستضيف فيه الدكتور حسن الجنابي. دكتور، إدراج الأهوار واعتراض الجيران، تقول في بداية الفصل أن إدراج الأهوار على لائحة التراث العالمي يتعلق باعتبارات فنية تحددها لجنة التراث العالمي حول القيم الاستثنائية للمواقع المدرجة أو التي في طور الإدراج على اللائحة، وليس لها أي اعتبارات شعبية أو سياسية كما كان قيل. ما هي هاي الاعتبارات على أساسها تدرج الأهوار على لائحة؟ هناك 10 معايير لدى لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو. إذا أي موقع في العالم إذا انطبق عليه معيار واحد من هذه المعايير 10 يصلح لإدراجه على لائحة التراث العالمي. وانطباق أي معيار على أي موقع تقوم به لجنة التراث العالمي التي هي لجنة مختصة وخبراء معروفين بهذا المجال، هم الذين يدرسون يعني طلبات الإدراج ويستعينون بهيئتين للاستشارة، هي الـ IUCN منظمة صون الطبيعة والآيكوموس اللي هي المنظمة الدولية المعنية بالنصب. فهؤلاء هم الذين يقدرون هذه القضية، ثم خبراء لجنة التراث العالمي يؤيدون. في حالتنا، في حالة الأهوار انطبق أكثر من معيار، 3 معايير على الأهوار، ولهذا أدرجت يعني بهذه الطريقة، يمكن الثالث والسابع والعاشر. فبالتالي لا توجد، يعني إذا كانت هناك حملات شعبية مثل ما تشوف وهناك بعض التجمعات، هذه فت شغلات جميلة ولطيفة، لكنها ليس لها أي تأثير على قرار اللجنة. الاعتراض التركي كنت متفاجئ بي، قلت الطرف التركي في صفحة 101 الفصل الثالث كان مطلعا على الجانب الطبيعي من الملف العراقي وهو المتعلق بالهيدروليجيا وإدارة الموارد المائية، وقدموا مسودة بذلك. نعم الأتراك، أنت تفصل هنا ما بين موقفين، ما بين موقف الأتراك في اليونسكو وثم تعرج على الخارجية. الأتراك لم يعلنوا معارضتهم يعني مثل ما فعل الإيرانيون. الإيرانيون بكتاب رسمي إلى اليونسكو أعلنوا، الأتراك لم يعلنوا ذلك. وعندما وصلنا إلى أسطنبول أثناء الاجتماعات طلبوا اللقاء معنا وقالوا احنا لا نؤيد هذا. كان سفيرهم
في اليونسكو يعني. فرحنا استمعنا يعني أيضا كان استماع مطول، كان معي بعض الزملاء هناك فحكينا كثيرا، وكانت هم اعتراضاتهم على الجانب الثقافي ما لها، ما لهم كل واحد يعرف يعني أور وأريدو والسومريين وإلى آخره، بس هم كان يعني يخافون أن تترتب التزامات بقرار لجنة التراث العالمي على تركيا، التزامات قانونية دولية. فأنا قلت يعني هذه القضية، هذه القضية موجودة، التزامات تركيا بهذا المجال موجودة نتيجة لعضوية تركيا باليونسكو، وليست لها علاقة بإدراج الأهوار على هذا. مجرد كونكم عضو باليونسكو أنتم ملزمين بالالتزام بالمعايير. بس أنا أشير أنت في صفحة 102 تقول أن الخارجية التركية لها موقف مشدد وغير مبرر أزاء كل قضية تخص مياه وادي الرافدين. بعد الاتفاق مع الوفد التركي في اليونسكو كانت هناك يعني صيغة اتفقنا عليها ووقع عليها سفيرنا في اليونسكو، وذهبت إلى احنا كنا مخولين يعني بهذا الأمر. الوزارة الخارجية التركية بعد ذلك بساعات يبدو رفضت هذا الاتفاق. فأنا اتفقت مع الوفد التركي آنذاك، قلت له احنا أنا عندي مقترح أنه عندما نناقش الملف، قلت له الملف العراقي الأحوال العراقية ستدرج باعتراضكم أو بموافقتكم، ولكن أنا عندي مقترح بما أنه تترأسون الجلسة، عندما يناقش الملف العراقي أرجو أن تخرج خارج القاعة، لا تصوتون ضد لا تصوت ضد ولا تصوت مع، تكون استجبت إلى إرادة وزارتك وأيضا ما اعترضت على شيء واضح جدا أنه، فهو وافق على هذه الفكرة. بس عندما بدأ الحقيقة النقاش الملف العراقي، لياقاتك كسفير ومفاوض خدمتك كثيرا في ملف المياه. أنا أعتقد هكذا، لا أقول هذا الكلام عن نفسي يعني، ممكن أنت واللجنة طبعا لا ننكر دور اللجنة اللي كانت معك، نعم تحتاج المفاوضات وإقناعهم بالحلول الوسطى كان يبدو هو الخيار المقبول لدى دولة مثل العراق. أنا أعتقد كنت يعني معرفتي أيضا بالهيدرولوجيا وبالمياه والتفاصيل كذا، بالإضافة إلى وجودي يعني خبرتي كدبلوماسي طبعا ساعدت. إذا تجيب دبلوماسي فقط ما يعرف المي من يجي وين يروح طبعا يكون صعب عليه، وإذا تجيب يعني فني فقط يعرف المي وكذا أيضا صعب أن يتواصل مع الآخرين. خلينا في البصرة، شو تبتسم كل شيء خلي تفاصيل، ماكو أدق التفاصيل، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة هذا البرنامج. خليني في صيف البصرة اللاهب، تورد توصيف مؤلم تقول لم يبقى إلا التأمل اليائس بحسرة مشوبة بالغيرة من جوار عربي مرفه مقابل ابتلاع بطيء من قبل الجوار الإيراني المحاصر أمريكيا ودوليا. نعم أنا قاسي على إيران، واقع البصرة قاسي على إيران بالكتاب. لا أعتقد ذلك، أنا حريص على إيران مثل ما حريص على أي جوار آخر، وإحنا ما نقدر نعيش يعني في الفضاء يعني، هذا جوارنا التاريخي. ولكن أيضا إحنا عدنا يعني أيضا وطننا وسيادتنا وأراضينا وإلى آخره. فالتأثير الإيراني والنفوذ الإيراني في البصرة واضح جدا يعني ما بعد 2003، وأيضا الجوار العربي جوار مرفه، والبصرة التي يعيش من خيراتها كل العراق هي تشرب مي مالح، فطبعا المواطن البصري تقول ان تصدير النفط لمدة اسبوعين من البصرة كافي ان يحول المدينة الى افضل مدينة في يعني افضل محافظة عراقية او افضل محافظة في المياه. كافي لانشاء محطة تحلية للمياه يشرب منها البصريون يعني مياه عذبة، ولا يكون لحد هذه اللحظة لم ينجز شيء بهذا المجال. في صفحة 161 في الفصل الخامس تتحدث عن الإصابات التي حصلت في محافظة البصرة، نعم، في 2018 بشبكة وتورد المياه. سببين، شنو السببين ذني اللي كان سببا في الإصابات والتسممات وغيرها اللي حصلت؟ صار حالة تسمم لأعداد هائلة من الناس، إحصائيات نطت شيء 100,000 شخص أصيبوا بحالة يعني تقيؤ ومشاكل، من حسن الحظ لم يمت أحد من هذه، ولكن هذه الإصابات حصلت في شبكة المياه يعني، وليس في الأنهار أو في القناة أو قناة البدعة مثلا، فالشبكة متهرئة
ثم هناك مع الأسف يعني زملائنا بالبصرة المعنيين بماء البصرة التابعين لوزارة البلديات كانوا يضخون مياه من شط العرب، وهذا كان ممنوع منذ عام 1997. وكانت تعقل براسكم وزارة مديرية الماء في البصرة تابعة لوزارة البلديات، في حين أنه فاللوم يقع على وزارة الموارد المائية، والناس لا تربط يعني حتى السياسيين تقول أنت طبعا السياسيين يعني. ولحد هذه اللحظة كثير من الناس يعتقدون بأن المشكلة وزارة موارد مائية، والمشكلة ليست وزارة موارد مائية، وأنا لا أنا أتحمل أي مسؤولية، ولكن التلوث بالشبكة متهرئة ويدخل ثم الضخ من شط العرب. جيد، هنا نتحدث عن مشروع مياه تحلية البصرة وتشير إلى الشركة الاستشارية بيني، صح؟ بيني بارتنرز هم اللي صمموا قناة البدعة وآخرين وهذا، وليس قناة البدعة كان المفروض هي تصير أنابيب فتحولت بعدين إلى قناة، بس أشير ربما على شركة باي ووتر المكلفة من قبل الحكومة البريطانية بمساعدة العراق على إنجاز مشاريع المياه والمجاري في الجنوب وبشكل خاص في البصرة. هذه الشركة منعت، وأنا لا أريد أن أدافع عن أي شركة أو كذا، ولكن أمام حراجة الموقف كانت هذه فرصة قائمة للعراق وللبصرة بالذات أن تنجز محطة تحلية كبرى، وكانت حكومة سيد العبادي أقرت يعني إحالة المشروع على هذه الشركة أكثر من مرة، ثم عرقلت يعني وزارة البلديات والأشغال العامة، هي وزارة يعني أنا ذاك كانت أيضا مدمجة مع الأعمار، وكان يعني هذا الإدماج يعني ضيع بوصلة هوية الوزارة، هوية الوزارة وبوصلتها، ثم أيضا تحويل صلاحيات هذه الوزارات الخدمية إلى المحافظات، هذا بعد أسهم أكثر بأيضا يعني الفوضى التي عمت هذا الوضع، فأعيقت هذه الشركة أو أي شركة أخرى. الشركة أنت هنا تلقي باللوم في عدم السماح للشركة بتنفيذ المشروع بعد موافقة رئيس الوزراء بامتناع وزيرة الإعمار والإسكان وأن نافع لابسي وزير الأسبق، وثم تقول أنها تم البحث عنها في محركات جوجل وقيل أنها وهمية، وهنالك اسمين أكو قابضة وأكو بين وشركاء، بعدين تقول أكو مهزلة ما عدها في أي دولة وهي في 50 دولة تعمل. هذه مهزلة أنه تزويد مدينة مثل البصرة بالماء يخضع إلى اجتهادات يعني بعض الأشخاص اللي حتى ما يعرف شلون يبحث بالجوجل يعني. جيد. فبحث بالجوجل فلقى شركة باي ووتر بها موظفين قليلين وما أعرف إيش، وهو كان يبحث عن الشركة القابضة الهولدن كومباني. أما هي كشركة منفذة وأذرعها التنفيذية موجودة في أكثر من 50 دولة في العالم. امتنعت الوزيرة. فامتنعت الوزيرة. كلف رئيس الوزراء بإصدار كتاب الوكيل الوزير. ثم منح صلاحياتها إلى وكيل الوزير، ثم هي سحبت تلك الصلاحيات ومنعته من دخول الوزارة. يعني لا تحصل إلا في دولة عقيمة. هذا اللي تقوله أنت، نوصل إلى نفس النتيجة. ما العنوان؟ لا تحصل إلا في دولة عقيمة. خلي أسألك هذا السؤال وأخذ إجابتك بعد الفاصل. المخرج يأشر لي تقول في صفحة 166، حتى اللي تابعنا يرجع لهذه المعلومات المهمة، الدكتاتور لم يكن يأبه طوال حكمه لشيء، كان يظهر حرصا على تجهيز البصرة بالمياه العذبة على الرغم من مسؤوليته المباشرة عن تجفيف الأهوار وتدمير شط العرب وحرق الحقول وتجريف البساتين وتحطيم واحدة من أجمل مدن العراق والمنطقة بحرب مدمرة مع إيران، وكذلك أعتقد جازما بأن المشروع، تقصد تحلية البصرة، كلفة المشروع المنفذ منذ إنشائه للآن فاقت بكثير الكلفة الأصلية وفق رؤية الشركة الاستشارية في حين بيني وشركائه، نعم، والتي كانت ستؤمن مصدرا موثوقا ودائما لمياه الشرب. بالضبط. أنا يعني شو أقول، خلي أقاطعك وأخذ الإجابة بعد الفاصل لو تسمح لي. أعزائنا المشاهدين، فاصل أخير ونعود إليكم. حياكم الله في الجزء الأخير من برنامج كالوس، والذي نحاور فيه الدكتور حسن الجنابي وزير الموارد المائية الأسبق. دكتور، سألتك قبل الفاصل حول مشروع تحلية مياه البصرة وأوردت لك صدام بكل دكتاتوريته، لكن أنصفت في سلوكه اتجاه تعامل مع قضية المياه أو تعامل مع الشركة
وإن كان لم يأخذ بها بسبب الظروف الاقتصادية لكن بأيادي ده. أنا لم أنصف الدكتاتور زين. ولكن أنا أشرت أنه الدكتاتور وكان يعني يتلاعب بمصائر العراق والمنطقة عموما يعني بالطريقة المعروفة لأي دكتاتور، ولكن عندما يتخذ قرار كان هناك يعني كان هناك بعض الاحترام إلى اختصاصات أجهزة الدولة. بمعنى عندما صار قرار بمد هذه قناة البدعة من منطقة البدعة إلى البصرة لم يتدخل أحد بقرارات الهيئة المعنية بإنجاز هذا، يعني كانت وزارة الموارد المائية وكان المهندس المقيم أو هذا لا يتدخل، لا عشيرة ولا حزب ولا عسكر ولا كذا. فهذه في بعد 2003 انتهت هذه العملية، يعني حتى بعد أن تقرر الحكومة إنجاز مشروع تصبح تدخلات أخرى يعني محلية الطابع عشائرية ومشاكل وغير عشائري وربما سياسية بإنجاز هذا المشروع ويؤدي إلى عرقلة المشروع. فهو ليس إنصافا، وإنما كانت هناك يعني كانت الدولة لا تزال قائمة وإن كانت هشة، لأنه الدولة هو في زمن البعث تحتفظ بوظيفتها، الاختصاصات كانت تحترم جيد. لذلك أنت أيضا في صفحة 174 تقول التجاوزات على الحصص المائية هي جرائم يعاقب عليها القانون ولم تكن تحدث قبل العام 2003 بالضبط، وذلك لسببين: إن مدير الري كان يتمتع بصلاحيات قاضي جنح بالضبط، بإمكانه أن يسجن أي متجاوز، والقدرة على تطبيق القانون والصرامة في التنفيذ طبعا. وبالتالي أيضا أن ذكرت حادثة أحد المحافظين تجاوز بعد يعني بعد منع زراعة شلب أو كذا تجاوز زرع مساحة قصيرة قليلة أقيل من منصبه، أقيل من منصبه محافظ طبعا، لأن كانت الاختصاصات، لأنه يعني لا يجوز التجاوز على قرارات دولة. وفي حكومة السيد العبادي عندما كنت وزير الموارد المائية واشتدت أزمة البصرة تم تشكيل لجنة برئاسة وزير النفط يعني كل هذه اللجان، شوف عزيزي حتى بزمن البعث زين كل اللجان التي شكلتها الحكومة لمتابعة حادث معين أو جريمة معينة أو سقوط طائرة أو كذا لم تخرج بأي نتيجة. أنا أتحدى من قرأ تقرير سقوط طائرة عبد السلام عارف أو سقوط طائرة عدنان خير الله أو سقوط آلاف الضحايا أو سقوط الموصل أو سقوط الضحايا على جسر الأئمة أو يعني كلها أو سبايكر أو كذا، يعني هذه كلها لجان لأنه مؤسسات. الشيء الذي يحتاج إلى تشكيل لجنة وخاصة إن لم تكن هذه اللجنة مستقلة تماما يعني لا تؤدي إلى شيء. واللجان عندنا في العراق هي لجان مثلها مثل أي قضية أخرى محاصصة. في صفحة 168 تورد مجموعة من الأسئلة: لماذا تبقى البصرة أسيرة هذه القناة الإشكالية، تقصد على البدعة، وما العمل إذا تكررت حالات الجفاف في نهر الغراف وعدم وصول التصاريف المطلوبة إلى موقع البدعة لأي سبب كان، ولماذا تتأخر المباشرة بإنشاء محطة تحلية البحر في البصرة لتجاوز العطش، ولماذا تستمر التجاوزات على الأنابيب الناقلة بين محطة R0 ومحطات الإسالة، وما الفائدة إذا كانت قناة البدعة تجلب للبصرة بأنابيب مغلقة وبها مشاكل، وفي النهاية كيف تصل مياه الشرب إلى المنازل إذا لم يتم استبدال الشبكات القديمة؟ شبكة طبعا. فأنت هنا تطرح هاي الأسئلة بصفتك خبير لوزير طبعا، استغرابي لا بصفتي مواطن، يعني هاي محتاج إلى خبرة، هذا قضايا معروفة يعني. لا قصدي ما كنت بالوزارة ما قدرت تجاوب على هاي الأسئلة. طبعا أجاوب على هذه الأسئلة ومجاوب على هذه الأسئلة عشرات المرات، وفي البرلمان أنا قلت هذا الكلام، في مؤتمرات صحفية كنت أقول هذا الكلام، وفي اجتماعات في البصرة مع المعنيين كنت أقول هذا الكلام، وكان اللي يحضر معي بهذا الاجتماعات يدرك يعني يدرك هذا الأمر، ولكن لم يعني هذه القضية ما يعني ما تحل، وحتى الآن في هذه الحكومة. فالحل من أين يبدأ للإجابة على هذه الأسئلة؟ الحل أخي العزيز، مياه عذبة الآن يعني لا تصل إلى البصرة بكفاية. الآن إذا تريد تناقشني ليش ما تصل، هذا نقدر نبقى نحكي فيها للصبح، بس الآن مدينة ما تصلها مياه عذبة كثيرة كافية لهذا. أنت يجب أن تجد حل، بس البصرة هي أقرب مدينة عراقية إلى البحر، ومياه البحر غير قابلة للنضوب
المياه اللي تجينا من دجلة والفرات والكرخة والكارون ناضبة أو محجوزة، صفر من الكارون، صفر بقالنا بس دجلة، من بقالنا بس دجلة، الفرات أيضا مقطوع. أنت كيف تغامر أن تخلي 3 مليون إنسان يعتمدون على مياه دجلة؟ طيب الآن حالة الجفاف ما يوصلهم مياه على سبيل المثال، ثم لماذا هذا الأمر؟ الحل بإنشاء محطة تحلية من أو محطات كبيرة. طبعا كل ما تكون محطة أكبر كل ما تكون أرخص. الآن يبدو لي يوجد قرار بإنشاء محطة كبيرة، ولكن في رأس البيشة في الفاو. أنا أعتقد نفس الرأي كان مع شركة الاستشارية مال بيني، نرجع له إلى نفس الحل. لا، شركة بيني بارتنرز اقترحوا أن تكون محطة تحلية، محطة معالجة، نسميها محطة إسالة المياه، يعني هاي الترديشنال الكونفنشنال يسموها تريتمنت، يعني هاي الشب ومعروفة، أن تكون في منطقة البدعة ثم توصل مياه صالحة للشرب عن طريق أنابيب مباشرة إلى شبكات البصرة. هذه بسبب الحصار ألغوها الفكرة واستعاضينا، وألغوا أيضا محطة كبيرة في منطقة البدعة، وألغوا الأنابيب استبدلوها بقناة مفتوحة، وبقوا يستخدمون نفس محطات الإسالة القديمة مبنية 30s و 50s و 60s. وهنا هو المشكلة. ثم الشبكات أيضا، هناك مساحات هائلة ما فيها شبكات غير مخدومة متهرئة، حتى إذا يوصلها مياه معالجة صالحة للشرب نتيجة لتكسرها تدخل بها أيضا مواد سامة ومواد كذا. فبالبصرة بالنسبة لي، شوف أخي، مياه الشرب، حتى نكون واضحين، مياه الشرب تحتاج مصدر للمياه، يجب أن يكون مؤمن 100%. مياه البحر مؤمنة 100%، أي مياه نهر مو مؤمنة. ثانيا أن تكون أنابيب ناقلة مؤمنة. ثالثا أن تكون محطات المعالجة أيضا حديثة. ورابعا شبكة التوزيع، هذين يجب أن تتوفر، هي ما لها علاقة بال. فمن وين المشكلة إذا أردنا نبدأ الحل؟ في البصرة المصدر كان جيد، يعني كانت البدعة توصل 7 متر مكعب، لكن مشكلتنا بالنقل، بالأنابيب، ما النقل، أنابيب الناقلة من مفتوحة. البصرة من R0 إلى هذه متجاوز عليها، فالمي يروح، ثم عندما تضخ في الشبكة، شبكة أيضا ضعيفة متهرئة. زين، هنا يعني واحد يحل هذه المشكلة ثم يتحول إلى مصدر لا ينضب منه، وزارة البحر، اختصاص وزارة الإعمار والإسكان طبعا، والسلطة المحلية في البصرة نتيجة لنقل الصلاحيات. طبعا صلاحيات وزارة الموارد المائية لم تنقل للمحافظات، صلاحيات الوزارة الخدمية نقلت، والشبكات والمجاري ومحطات الإسالة هذه كلها صلاحيات. بدل الوقت يدركنا، خلنا ننتقل إلى سد أليسو التركي. في تشرين الأول عام 2017 ذهبت بوفد رسمي مع الدكتور العبادي للقاء الرئيس أردوغان، وأبلغكم الرئيس أردوغان بأنهم في شهر آذار سيقومون بملأ سد أليسو، ملأ سد أليسو وتشغيل هذا السد. وأنت اعترضت، داخلت مع الرئيس أردوغان وقلت أنهم نحون إلى حزيران، لأن بالآذار إحنا نبدي بملأ سدودنا. فيما بعد أبلغكم الوفد بموافقة أردوغان على تأجيل إملاء السد. هذا توصيف صحيح. وين المشكلة لا؟ ولكن لا، كانت بهذه الفترة بدأت شحة مائية كبيرة جدا، فصار طبعا يعني كلام كثير ومشاكل، وكان هناك تخوف من ملء سد أليسو، كنا عارفين. وأنا، وهذا شيء مؤلم، في 2017 أنا في مجلس الوزراء حذرت، طلبت يعني الكلام، وسويت عرض، يعني عرض فني لمجلس الوزراء، يعني شوفت زملائنا بالكابينة أنه الوضع خطير في العراق، وضع جفاف، وراح نشهد جفاف غير مسبوق، وبالتالي يجب على الحكومة أن تكون مستعدة لمعالجة الشحة المائية القادمة. السيد العبادي قال لي وش وقت يعني توقع هذه الشحة السير؟ قلت له السنة المقبلة، العام المقبل. قال لي شنو؟ قلت له 2017 تحدث عن 18؟ اي، قلت له عام 2018. فضحك ضحكة كبيرة، وضحك مع مجلس الوزراء كثيرا، أنه في أكو وزير يقلق عن شحة مائية راح تحدث بعد سنة، والدولة تعالج مشاكل آنية، يعني احنا ما نعرف باكر احنا شنو يصير. هذا العرض اللي قدمته البرزنتيشن كان قبل لقاء أردوغان لو بعده؟ اعتقد قبل، ربما قبل هذا اللقاء، ولكن كانت يعني فشيء غير معقول. يعني انت تحذر حكومة من اجل ان تتخذ اجراءات استباقية
لقضية راح تحدث، قضية استراتيجية، هي ليست قضية تشغيلية، ليست يعني صار هجوم إرهابي هنا وهناك. فكان المجلس الوزراء غير مستعد يعني لسماع هذا الأمر. وتقول أن التزاماتنا مع أليسو ليس وليد هذه الحكومة، بل اتفاق عقد في عام 2014 بين العراق وتركيا. لا، هذه مذكرة تفاهم. مذكرة تفاهم حقيقة بال 2009 ثم تم توقيعها ب 2014 أيضا. ثم من أنا كنت وزير أيضا أضيفت يعني مواد لها، ثم بعد أن صرت سفير أيضا نضجنا يعني ظروف دخولها حيز التنفيذ، ووافق يعني مؤخرا بالشهر الثاني 2021 وافقوا الحكومة التركية على إدراجها يعني. ولكن هذه وثيقة يعني مذكرة تفاهم، لا هي اتفاقية ولا هي كذا، ولا يوجد فيها شيء ملزم، وإنما الإلزام هو إلزام أخلاقي وسياسي. يعني الدولة اللي تضع توقيعها يعني تحترم الاتفاقات، ولكنها لا تحل المشكلة. المشكلة أكبر من أن يحلها اتفاق. الاتفاق يسمح بإدخال آليات للحوار والتفاهم من أجل يعني التعاون الفني والتعاون السياسي ومشاكل للمسألة، بدلا من العراك السياسي. يعني خليني أسألك على عجالة، القرض البريطاني الذي لا تعرف لحد هاي اللحظة اللي جالسين بأنوياك من هدر الفرصة للحصول على 12 مليار دولار لتحلية المياه في البصرة. ال 12 مليار دولار هي 10 مليار باوند استرلين. هذا أعتقد لا يزال قائم يعني، هذا القرض البريطاني بتسهيلات كبيرة جدا. وكان يعني هناك شروط بأنه تتاح للحكومة العراقية مليار دولار أو مليار باوند سنويا، وهو مخصص لمعالجة البنى التحتية للمياه والمجاري في الجنوب وبشكل خاص بالبصرة. وكان أعتقد كان جاهز للتنفيذ، ومجلس الوزراء صوتنا على هذا الأمر، وأحيل المفروض المشروع على الشركة التي رشحتها الحكومة البريطانية. ثم بدأت عوائق البيروقراطية وكذا، ولم ينجز، ولحد هذه اللحظة لم يبدأ العمل بهذا المشروع. خلينا ننتقل إلى الفصل قبل الأخير، داعش وأوباما. من داعش إلى كوابيس الرئيس أوباما. تقول إن بعد سيطرة داعش على الموصل تم احتلال السد بعد شهرين، وفيما بعد تحرر السد، ولكن كان هنالك مخاوف من انهيار السد، وأن نصف الشعب العراقي كما تقول في كتابك هم مستفيدين من هذا السد. هنا اللافت أن ما دخل أوباما بسد الموصل، ولماذا اتصل بالعبادي، بل لم يكتفي بالاتصال، بعث بوزير خارجيته إلى مؤتمر دافوس هناك التقى رسالة مكتوبة باليد. ماذا احتوت الرسالة؟ يعني إلى درجة كبيرة كان الأمريكان يعتبرون سد الموصل كأنه يتعاملون مع سد الموصل باعتباره سدا أمريكيا. يعني الأهمية اللي كان يعطوها فيلق المهندسين الأمريكان لسد الموصل كانت أهمية فائقة جدا. أولا لأنه كحالة فنية هندسية خاصة غير موجودة يعني بالعالم، فبالنسبة لهم فيلق يقود العمل الهندسي في العالم. ثم كان هناك أيضا بسبب الاحتلال الأمريكي ومشاكل، كان هناك مسؤولية كبيرة أنه أن لا تحصل كارثة في العراق. إضافة إلى هذا، كان القوات الأمريكية متمركزة في مناطق يعني جنوب السد، في حالة انهيار السد تغرق قوات أمريكية وقواعد أمريكية كثيرة. فهناك أكثر من سبب يعني لهذا الأمر، الاهتمام الأمريكي في الاهتمام الأمريكي بهذا الموضوع. وإحنا طبعا هناك كان تهويل صحفي يعني للموضوع، شاير لبعض المقالات غير علمية آخره. فكان الموضوع ولا يزال هو موضوع مهم يعني، بالرغم من انتهاء عملية يعني مشروع مع شركة تريفي وفيلق المهندسين، يبقى سد الموصل وأي منشأ آخر يبقى يجب أن تنتبه، لأنه الانهيار من الممكن أن يحصل. تورد معلومة صراحة استغربت من قراءتها، وزير الموارد المائية السيد محسن العصفوري ينتمي إلى التيار الصدري، وتقول في تلك الأزمة قبل مجيئك إلى الوزارة يرفض اللقاء مع الجانب الأمريكي بسبب خلفيته السياسية. أي أنا أعتقد كان يعني هو كان ينتمي للجهة السياسية يعني واضحة،
وكان يعني يبدو عندهم قرار بعدم التعامل مع الجانب الأمريكي، فلم يلتقي مع الوفد فيلق المهندسين الأمريكي. يعني شلون حلت المشكلة؟ والله ما يعني هي ما انحلت المشكلة، كان الوضع متأزم، كان هناك نظرية المؤامرة أيضا كانت سائدة، انهيار احتمالات انهيار السد كانت يعني فيها حكي كثير إلى آخره. بس أنا من جيت للوزارة استقبلت فيلق المهندسين الأمريكي بعد غياب طويل عن الوزارة، يعني حوالي 4-5 سنوات استقبلتهم، وحكينا وأمام زملائي المدراء العامين والآخرين حكينا معهم وقعدنا، ثم قررنا يعني المضي قدما بتنفيذ مشروع يعني مشروع السد أو مشروع التحشية وزيادة الأمان السد. وإلى أن غادرت آني الوزارة كان العمل ممتاز جدا. ما عندي وقت هواية أسألك على العقد الفريد وغيرها، بس العقد الفريد أنت تشكل عليه أنه هو تم اقتراحه من الشركة وليس من الوزارة خلاف المعايير. نعم، في التعليق حتى روح السؤال الأخير. نعم، لأنه هذا مثل هذا العقد لم ينفذ في العراق، خلينا نقول الدولة الحديثة، يعني لأن هذا عقد يسموه كوست بلس باللغة الإنجليزية، اللي هو الكلفة زائدا الرسوم. وهذا النوع من العقود هذا يحصل فقط في المناطق غير الآمنة والمناطق اللي فيها حروب، لأنه المقاول أو المنفذ شركة منفذة تأتي إلى وضع غير آمن، فلا يستطيعون أنه يخلون كل مبالغهم، وهذا لأن ممكن أن ينفجر الوضع وبالتالي يغادرون تسبب خسارة. فهذا كان العراق، ما عندنا خبرة إحنا بمعالجة، يعني أنا شخصيا عندي خبرة بس بالعراق لم تكن هذه المسألة مألوفة. يعني يؤسفني ما عندي وقت حتى أتحدث بالفصل الأخير اللي هو السابع حول تشرين وإقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي، وأيضا تذكر بعض الشهادات الخاصة لك حول تعامل الدولة معك بأسلوب عقيم كما تقول. خليني في السؤال الأخير، تقول العبادي كان متساهلا أو تعامل ربما في مبدأ دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر في عدم إحالة ملفات إلى القضاء، وكنتم تعترضون في مجلس الوزراء، كان يقول أن الفترة الانتخابية وربما يقال عنها دعاية انتخابية، وكنتم يعني تثيرون أيضا سؤالا إذا لم تحاربهم وتمكنوا ووصلوا إلى البرلمان كيف سيقودون الوضع؟ بالضبط. نعم هذا كان يعني كانت تجري نقاشات من هذا النوع، وكان السيد العبادي يقول هذا الكلام يعني عن الفاسدين وفي مؤتمرات صحفية وكذا، كان هناك عدد أيضا من الفاسدين والرؤوس الكبيرة، وما أنا هناك مختطفات من تصريحات الصحفية، ولم أكن مقتنعا بأنه بسبب وجود انتخابات أنت لا تقدم فاسدا إلى لا تلقي قبض ولا تقدم إلى محاكمة خوفا من أن تفسر. بالعكس، كيف تفسر؟ إحنا حكومة العبادي حققت منجزات معقولة، الناس كانوا راضين عنها إلى درجة يعني نسبيا مقارنة بما سبق، فكانت هذه فرصة للسيد العبادي بأن يثبت جرأته ويعني مؤهلاته في وللضرب بالحديد على طريقة مقولة المرجعية، لكن هذه الفرصة راحت مع الأسف. يعني هو خسر الدولة ونحن خسرنا ضرب الفاسدين. انتهى وقت البرنامج ولم تنتهي أسئلتي حول الدولة العقيمة، الوزير والسفير والمثقف ومؤلف كتاب الدولة العقيمة، تجربتي في حكومة السيد حيدر العبادي، الدكتور حسن الجنابي، شكرا لك على هذا الحوار الصريح والشامل. إذا عندك شيء تقوله قبل ما أختم. وأنا أشكرك أيضا على هذه القراءة بل الدراسة التفصيلية لما ورد بهذا الكتاب، وهذا هي حقيقة المتوقع لمن يريد أن يناقش يعني أوضاع ومصائر بلدنا المتعب. يعني شكرا لك. شكرا لكم مشاهدين الكرام، وكما يقولون أن التاريخ هو ما حصل وليس بالضرورة ما كتب، فإن شاء الله نوفق في تقديم سلسلة من الحوارات حول صناعة الوعي ما بعد 2003. انتظرونا في حلقة قادمة، في أمان الله وحفظه.